تعرس السيارة يعني اليوم شلون تدفعون على مجلس المحافظة اليوم؟ يا نظرة تشوفون مجلس المحافظة الموجود؟ احنا ما هو صار له يمكن ما صار له 3 ايام 4 ايام شلون تشوفوهم وانت تعرف واقع الحال بهالطريقة؟ اي بهاي الطريقة. المهم افضل من ما 5-6 احزاب تشترك بالحكومة، خلي حزب واحد يشترك ويتحمل الريسك ويتحمل كل شيء بالنسبة للحكومة، يتبناها يقول لك ابو تقدم على سبيل المثال، يقول لك انا المحافظ من عندي ورئيس مجلس من عندي واللجان الباقي من عندي وكله من عندي. هاي حلوة من تحطها انت على الساطور تقول له اوقف ترى اكو ملفات 1-2-3 راح نعطيك مجال على نفس النهج الاولي المحافظ الاولي مع اعتزازنا باخونا وصديقنا ابو زيدون. اكو ملاحظات عليه من تجي تحكي وياه يقول لك والله الحاشيه، واحنا نقول نعم صحيح الحاشيه مالتك مو زينه وفاسده ووصلتك ووصلت المحافظه لهذا الشيء. من تحكي ويا جماعه التقدم والحلبوسي يقول لك انا مو له علاقه والله المحافظ هذا هو سوى صار. ابو زيدون وين ودى المحافظه؟ بالعكس البعض يقول لك ابو زيدون خدم وقدم بس مشكلته ما يقدر يوقف بوجه الحلبوسي، هاي كانت الازمه الوحيده. والله اطلع يعني اني على 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 شكل فرد وقفنا بوجه الحلبوسي قلنا له هاي خطا. شيخ خليني بس اجي اشخص، انتم إيه؟ مشاكلكم وين هسه بالانبار؟ شنو مشكلتكم؟ مو ما خلتني اوصل يعني. عفوا كمل يعني مو صحيح؟ كمل. المشكله موجوده يعني موجوده بالانبار وبصلاح الدين والموصل وحتى ببغداد بكل مكانات هاي المشاكل السياسيه وتداعياته. حزب اكو هوامير، الهندي يقول هامور كبير ياكل الهامور الصغير والقوائم الكبيره تاخذ الصغيره. احنا دنقول هو 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 هذا العمل السياسي والمنظومه السياسيه حقيقه هي وصلت العمليه السياسيه لهذا المستوى. نقول الحكومه تبدل صياغ، تبدل نظام، تعدل دستور، ما يصير يعني هسه انا يقول لك خلص انا يم الموضوع، زين الميزانيه من يراقبها؟ اداء مجالس المحافظات من راح يراقبه؟ هم ظلوا 3-4-5 جهه حاكمه تقصد؟ إيه هذا ما يجوز، لازم يصير على الأقل أكو يعني لو أنطي رئاسة المجلس لو أنطي المحافظة حتى لو 3-4 معارضين ما يشكلون 50+1 أقول لهاك لأن الحكومة بهيج حالة. أنا استعرضت بالتقرير الفقرة القانونية اللي تمنع أن يكون محافظة إن لم يكن من سكنة المحافظة أقل من 10 سنوات مثل ما صار ويا سيد كرار العبادي بمحافظة بابل. نعم. السابقة. نعم. أهل الأنبار وين من هالمعادلة؟ وأنتوا تعرفون أنه سيد محمد دوري مو سكنة محافظتكم. صحيح هذا النظام الداخلي أنا لا أعلم به بس تناقشت به قبل يومين ثلاثة من صار عدى اليمين الدستوري ناس عدى آراء وجروبات وناقشت قالوا محمد نوري من سكنة بغداد بس أصوله وامتداد العشائر الأنبار كرام للناس. كرار العبادي هم من الحلة بس الرجل سكنت بغداد. اي انا دا احكي على الاقل محمد نوري رجال من سكنت بغداد بس هو أصوله وجذوره من محافظة الأنبار. موضوع بطاقة السكن انا لا اعلم هو وين بطاقة السكن مالته. ما اعتقد يعني رئيس الحزب ماله يجاسب بهيك ريسك يعني ويخليه محافظ واكو هيك نظام داخلي ما يسمح له يكون محافظ. هذا الموضوع تتحمل مسؤولية من المفوضية القضاء على أنا لا أعلم يعني.